بسم الله الرحمن الرحيم. دكتورة هناء طارق الزواوي، مدرس الغدد الصماء، كلية الطب جامعة الإسكندرية. هتكلم عن الغدة الدرقية. الحقيقة احنا امبارح كنا بنحتفل باليوم العالمي للغدة الدرقية. الغدة الدرقية هي واحدة من أهم الغدد الموجودة بجسم الإنسان. مكانها أسفل الرقبة من الأمام على شكل فراشة. الحقيقة هي حجمها صغير، ولكن أهميتها بالنسبة لجسم الإنسان كبيرة جدا جدا مقارنة بحجمها. هي بتفرز هرمون اسمه هرمون الثيروكسين. الهرمون ده مسؤول عن عمل جميع الأجهزة والخلايا بجسم الإنسان، وبالتالي أي اضطراب أو خلل في إفراز هذا الهرمون سوف يؤدي بدوره إلى اضطراب وخلل في جميع الخلايا والأجهزة بجسم الإنسان. أمراض الغدة الدرقية أكثر شيوعاً وانتشاراً بين السيدات، وهي أكثرها أمراض بتكون أمراض مناعية، وغالباً لهذا السبب هي أكثر انتشاراً بين السيدات. أمراض الغدة الدرقية سواء بفرط النشاط أو بخمول الغدة ممكن تؤثر سلبيا على جميع الأجهزة والخلايا، ومن أهمها القلب والأوعية الدموية. الحقيقة أن الاثنين، مريض فرط نشاط الغدة ومريض خمول الغدة، الاثنين بيعانوا من مشاكل بالقلب والأوعية الدموية. مريض فرط النشاط ممكن يعاني من ضربات قلب سريعة، الموضوع قد يتطور إلى رفرفة بالأذين، وممكن ينتهي بفشل وهبوط بعضلة القلب. هذا المريض أيضا بيعاني من ارتفاع ضغط الدم، خاصة ضغط الدم الانقباضي. ومريض على العكس بقى، مريض خمول الغدة الدرقية بيعاني من ضربات قلب بطيئة، ممكن أيضا يعاني من تجمع مائي أو سائلي في الغشاء المحيط بعضلة القلب، وده قد يؤدي أيضا إلى فشل هبوط بعضلة القلب. بيعاني من ارتفاع ضغط الدم، خاصة ضغط الدم الانبساطي. مريض خمول الغدة الدرقية أيضا بيعاني من زيادة بنسبة الكوليسترول والدهون الضار بالدم، مما يؤدي إلى تصلب الشرايين اللي بدوره ممكن يؤدي إلى جلطات بالقلب. ده كان مثال بسيط عن القلب والأوعية الدموية، ولكن أيضا هناك أجهزة عديدة بتتأثر بالغدة، ولكن حديث اليوم عن القلب والأوعية الدموية. ومن هنا الرسالة اللي عايزين نوصلها هو أن مريض الغدة الدرقية يجب أن يلتزم بالعلاج المناسب تحت إشراف طبيب الغدد الصماء المعالج، اللي يحاول ان هو يتفادى مضاعفات هذا المرض. وايضا هدفنا انتشار الوعي بين الناس عن الغدة الدرقية وايه هي مخاطر الإصابة بأمراض الغدة الدرقية، وذلك للتشخيص المبكر وتلقي العلاج المناسب ان شاء الله. شكرا.